ثم إنه يا عباد الله يؤتى بالموت على صورة كبش فيجعل في سور بين أهل الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. فيذبح بين أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود